ماما ينفع يا ماما اروح العب مع صاحبتي مكة شوية؟ تلعبي مع صاحبتك مكة؟ طب ما تلعبي هنا يا سوسن، العبي هنا يا سوسن باللعب بتاعتك. لا يا ماما انا زهقت من اللعب بتاعتي، هروح العب مع مكة شوية يا ماما. حاضر حاضر، روحي روحي يا حبيبتي، بس خدي بالك من نفسك وما تتأخريش. ماشي حاضر يا ماما، هاخد بالي من نفسي. يلا يا سلام يا ماما، مش هتأخر. احنا جرينا كتير قوي وشكلنا بعدنا كتير قوي عن البيت، اه وتعبنا قوي من الجري. طب بصي انا هقعد استريح هنا عشان تعبت خالص. يا بنت انزلي من على العربية بتاعت الناس، ما ينفعش تقعدي على عربيات الناس كده. اعمل ايه انا تعبت من الجري، هقعد استريح شوية. يا بنتي انزلي عربية الناس، ما ينفعش تقعدي عليها. بقولك هقعد استريح شوية. الله في ايه يعني؟ ايه ده ايه ده، ثواني ثواني كده، العربية دي شكل عربية بابا. عربية بابا ايه يا بنتي، انتي بتقولي ايه؟ مش معقولة يعني، يعني عشان اللون يعني؟ لا مش اللون وبس، حتى الكاوتش بتاعها شبه برضو كاوتش بابا، لونه اورانج زي بتاعت بابا بالظبط. الكاوتش بتاعها اورانج وهي لونها جرين. ايه ده، معقولة زي بتاعت بابا؟ اه انا حاسة ان هي زي بتاعت بابا جدا على فكرة، احس بكده. معقولة زي بتاعت بابا؟ وبتاعت بابا ايه اللي هيجيبها هنا بس؟ اه والله شبه بتاعت بابا، انا حاسة ان هي شبه بتاعت بابا جدا، هي بالظبط زي بتاعت بابا. طب هتعملي ايه دلوقتي زي بتاعت بابا؟ يلا بس احنا عايزين نرجع، احنا اتأخرنا قوي وبعدنا كتير قوي عن البيت. اه احنا بعدنا كتير قوي عن البيت، وماما قالت لي العبي قريب، وماما قالت لي خلي بالك من نفسك، واحنا بعدنا وماما تقلق علينا فعلا. يلا بس ماما هتقلق كده، هتقلق عليا، انا اتأخرت عليها. يلا يلا فعلا نجري نجري ونروح. بس انا هروح اقول لماما بسرعة على العربية دي شبه بتاعت بابا، اروح اقول لها بسرعة. يلا بينا يلا بينا بنرجع بسرعة. ماما يا ماما الحقي يا ماما. ايه يا سوسن في ايه؟ الحقي يا ماما، وانا بلعب شفت عربية شبه عربية بابا. عربية بابا ايه يا بنتي؟ عربية بابا ازاي هتيجي هنا؟ بابا في الشغل. لا يا ماما انا شفت عربية دلوقتي شبه عربية بابا. هي ازاي يا بنتي بابا في الشغل؟ قلتلك انتي روحتي فين وجيتي؟ انا روحت يا ماما اخر الشارع بتاعنا دوت، الشارع اللي بعديه كنا بنلعب انا وصاحبتي وجرينا لحد ما وصلنا هناك، وشفت عربية شبه عربية بابا واقفة هناك زيها بالظبط. يا بنتي هتدخلي الشك في قلبي ليه بس؟ بابا في الشغل زي ما بقولك كده يا ماما. طب تعالي معايا وشوفي بنفسك. طب خلاص ماشي هاجي معاكي، يلا يلا بينا. طب بقولك ايه يا حبيبتي، قبل ما نتحرك لازم نتصل ببابا نشوف بابا فين. ماشي خلاص يا ماما، كلمي بابا. طيب متصل بيه. الو، ايوه يا محمد، ازيك يا حبيبي عامل ايه؟ لا مفيش اي حاجه، انا بطمن عليك. بس بقولك انت هتتغدى معانا النهارده ولا هتتغدى في الشغل؟ طيب يا حبيبي خلاص مفيش مشاكل. اه ما انا عارفه يا حبيبي، والله عارفه عارفه اللي انت عندك ضغط شغل كتير قوي. ربنا معاك يا حبيبي. طيب مع السلامه. سلام. شفتي بقى شفتي بقى، انت بتظلمي بابا، بابا في الشغل. ازاي يا ماما، بقولك شفت عربيه بابا، يعني انت مش مصدقاني يعني؟ خلاص يا حبيبتي ما تزعليش، انا هاجي معاكي بس عشان اريحك. خلاص تعالي يلا نروح سوا ونشوف، تعالي نشوف العربيه دي فين. اهي يا ماما بصي، العربية شبه عربية بابا بالظبط مش كده؟ ايوه 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 يا حبيبتي، هي فعلا شبه عربية بابا قوي، بس يمكن مجرد شبهه بس ما تكونش هي، يعني بابا لسه مكلمينه وقال لنا ان هو في الشغل، ايه اللي هيجيب هنا عربيته بس هي فعلا شبهها قوي. ايوه يا ماما بصي كمان يا ماما، الخبطة اللي في العربية لما خرجنا مع بابا اخر مرة والعربية اتخبطت منه. اه بصي بصي يا ماما، بصي بصي الخدش اللي في العربية. ايوه 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 صحيح، ايوه تصدقي هي فعلا شبهها. وبصي كمان ايه ده، الطاقية بتاعت بابا هي موجودة في العربية. طب يعني هي دي عربية بابا؟ طب اما بابا فين دلوقتي؟
طب استني كده نسأل اللي واقف ده. السلام عليكم. وعليكم السلام. لا يا استاذ لو سمحت، هي العربية اللي بره دي عربية مين؟ بتقول ايه حضرتك؟ العربية حضرتك اللي بره دي بتاعت مين؟ معلش لو سمحتي دي اسرار ناس، مش هينفع ان انا اقولك اسرار ناس. طب وكده وكده حضرتك؟ لا كده بقى انا اقولك العربية دي بتاعت استاذ محمد عريس جديد، واخد غرفة هنا في الفندق. هو في ايه حضرتك؟ انت متأكد من الكلام ده؟ ايوه طبعا متأكد، وكمان 10 دقايق دلوقتي هيكون نازل هو والعروسة بتاعته، هرحن يتغدوا في المطعم اللي جنبينا. طيب خلاص ماشي، شكرا لحضرتك. اي خدمة يا فندم. تعالي تعالي يا سوسن، تعالي تعالي يا حبيبتي. شفتي بابا؟ بابا طلع متجوز عليا يا سوسن. شفتي شفتي بابا عمل فينا ايه؟ بابا سابنا وراح يتجوز. اه يا ماما، معقولة الكلام ده صحيح؟ احنا لازم نتأكد، لازم نتأكد، نقف نستناه هنا لحد ما ينزل ونتأكد نشوفه هو ولا لا. تفضلي يا حبيبتي تفضلي، هغديكي النهاردة أكلة سمك، إنما إيه حكاية صحيح؟ اه من المطعم اللي أنا متعود أكل فيه دايما، هتعجبك جدا. السلام عليكم. وعليكم السلام. يلا تعالي تعالي، يلا تفضلي. ايه ده يا محمد، مين اللي معاك دي؟ انا ده انت اتجوزت عليا يا محمد؟ اتجوزت اللي شبه الانبوبة دي عليا؟ انا انت فاهمة غلط، خلي بالك فاهمة غلط. قولي اتجوزت ليه عليا؟ انا ما قصرتش معاك في حاجة، قوليلي انتي، قوليلي اتجوزك ليه عليا؟ احنا كنا بنحب بعض ايام الدراسة. لا لا دي زبونة عندي في الشغل. زبونة عندك ازاي؟ ده لو وقف ده بمية جنيه حكالي كل حاجة. ازاي حكالي كل حاجة؟ حسابك معايا بعدين. سبتلي موضوع الجواز ومسكتلي في اللي واقف. الله اكبر عليك شاطر. بابا انت سايبني يا بابا، بدل ما تفسحني وبدل ما تهتم بيا رايح تتجوز على ماما. ليه كده يا بابا؟ ده انا ماما كل ما اجيب لها سيرتك تقولي ده عنده شغل، ده مشغول قوي في الشغل وعنده ضغط شغل كتير. ليه كده يا بابا؟ ليه تتجوز على ماما ليه؟ يا سوسن مامتك فاهمة غلط يا سوسن، دي زبونة عندي في الشغل. اه زبونة عندك في الشغل، يا سلام يا حرام، احنا ظلمناك يا محمد. انا مراتك يا محمد. مالك يا بت بتتكلمي كده ليه يا بت؟ وانتي مالك زعلانه ليه؟ انا حب حياته يا ماما. يعني انت بنتك تعبانه تقولي استني المستشفى لما ابقى فاضي؟ اقول لها ماشي يا بنتي، بابا مشغول وعنده شغل، معذور. تقولي عايزه اخرج يا ماما، اقول لها معلش بابا مشغول وعنده شغل، معذور. تقولي بابا ما بيقعدش معانا زي الاول يا ماما، عايزه بابا يقعد معانا، اقول لها معلش بابا مضغوط في الشغل، من عذورك. وبعدين طلعت انت متجوز ومشغول بجوازتك، متجوز واحده مقرفه. يلا يا بت يلا يا بت امشي، وسع من هنا جاتك القرف، مش ناقصين زباله. تعال انت بقى، انا عايزاك، تعال انت تلزمني، تعال تعال حسابك معايا بعدين. تعالي يا ساوس تعالي، انا عايزاك بقى، تعالى هقعدك مع اخواتي وهنشوف حل معاك على اللي انت عملته ده. والله انت فاهماني غلط، ولا والله ولا مش والله. ابقى هتتفكر ان انا ست عبيطه، اول ما تيجي تقولي انا اتجوزت عليكي هقول لك طلقني. لا يا حبيبي انا مش من الستات دي، ده انا افضل احارب واحارب لحد اخر نفس في عمري حتى احافظ على بيتي ده. انا اسف والله. قولي قولي هي احسن مني في ايه؟ ده حتى شبه الانبوبه. بتقولي حبك من ايام الكليه، ده انت طلع ذوقك معفن. وعارف النهارده انا هعمل ايه؟ انا هقعدك مع اخواتي وبابايا عشان تقول لهم انا قصرت معاك في ايه. انا قايده لك كل صوابع العشر شمع. انا اسف انا اسف
قوليلي بس اللي انتي عايزاه. انتي عايزه ايه؟ كل اللي انتي عايزاه انا هعمله لك النهارده، ولا اسف ولا بتاع. بقولك ايه، انت تكلمها لي وتقول لها يلا امشي من الشقه من غير ما تاخد اي حاجه. خلاص كلمها لي دلوقتي حالا وقول لها تمشي من الشقه. طيب طيب خلاص ماشي، كده كده مفتاح الشقه معايا. طيب خلاص كلمها دلوقتي. حاضر حاضر. الو، ايوه يا مها، بقولك ايه، انت لازم تمشي من عندك حالا. ايوه اسمعي الكلام، مش عايزه اشوفك تاني في الشقه خالص نهائي. ماشي يلا سلام. حبيتها على ايه يا اخويا؟ قولي حبيتها على ايه الولا حاجه دي. انا اسف، انا اسف والله، حقك عليا، ما تزعليش، مش هعمل كده تاني. دي اول مره واخر مره اعملها. خلاص خلاص ما بقتش فرقه كتير. خلاص يا حبيبتي حبيبتي ما تزعليش، حقك عليا.